السلام عليكم ورحمة الله، معاكم علي ناصر من جروب سوليدوركس لايف. هنكمل مع بعض سلسلة شرح برنامج سيموليشن سوليدوركس. الفيديو ده الفيديو رقم 13. هناخد النهاردة موضوع الاسمبلي اناليسيز. في البداية كده لازم نعرف بعض النقط المهمة قبل لما بنيجي نتعامل مع الأجزاء المجمعة أو الاسمبلي في السيموليشن. يعني لما نيجي نتعامل مع الاسامبلي، اول حاجه لازم نحدد الانتر اكشن او التداخل بين الاجزاء. طب الانتر اكشن في السوليد ووركس بيتسمى كونكشن، الكونكشن بين كل جزء والجزء التاني. تمام. طيب في اوبشن ان انت ممكن تقدر تحدد الماتيريال لكل جزء من الاسامبلي، او تقدر تختار الماتيريال للاسامبلي كله من نوع واحد. تمام. هنشوف الكلام ده في الأمثلة. تمام. تقدر تضيف additional feature، أو إن أنت تقدر تضيف boundary condition أو قيد لكذا جزء عشان تحدد الحركة اللي أنت عاوزها في السيستم بتاعك أو الموديل بتاعك. تمام. طيب في عندنا حاجة اسمها contact conditions. الكونتاكت كونديشن دي بتتقسم لنوعين، اللي هو الكومبوننت كونتاكت والكونتاكت سيت. طيب الكومبوننت كونتاكت دي بيتقسم لثلاث حاجات او ثلاث خيارات، وبرده الكونتاكت سيت بيتقسم لنفس الثلاث خيارات. طيب ندرس الخيارات، اول ثلاث خيارات دول في الكومبوننت كونتاكت. طيب لما يكون الاوجه متقابله و bonded يعني ايه؟ يعني ملحومة، او نفس البارت او الاسمبلي بيتعامل معاملة البارت. طيب يعني ايه معنى الكلام ده؟ معنى الاسطح متقابلة كأنها ملحومة، وكأن الاجزاء مجمعة جسم واحد. تمام. الكلام ده بنستخدمه في الاستاتيكس والثيرمال ستادي. طيب في نوع تاني في التقابل الاوجه، اللي هو all penetration، او في جزء هيخترق او هيخش في الجزء التاني. تمام. ده بنسميه ده بنستخدم لما يكون موجود عندك الكيس ديت، بنستخدم allow penetration. تمام. لما يكون عندك الاوجه المتقابله ما فيش بينها تداخل، تمام، وفي تلامس، لا يوجد تلامس، دي المفروض ان هو يوجد تلامس بين الاجزاء. تمام. يعني ما فيش تداخل لكن في تلامس. تمام. وبتعمل توافق للمش بين السطحين اللي هيتقابلوا. تمام. يعني عاوزهم نفس المش، نفس السطحين يبقوا نفس المش، مش بتاعتهم واحدة. تمام. الكلام ده بنستخدمه في الستاتيك والثيرمال وبرضو النون لينير ستادي. تمام. طيب الكونتاكت التاني اللي هو كونتاكت سيت، نفس الاوبشنز برضو موجودة فيه. في حالة البوندد اللي هو سطحين بيتقابلوا كأنهم ملحومين، واللاو بنتريشن ان في سطحين بيبقى في تماس او في تلامس ما بينهم، والاوبشن التالت او الخيار التالت اللي هو نو بنتريشن، ما فيش تلامس بين الاسطح. تمام. بنختار في نو بنتريشن. طب الكلام ده عشان نفهمه اكتر هنبص للصورة ديت. ده البوندد، دي الحالة الكيس بتاعت البوندد. الجزئين كده بيتعاملوا كأنهم بارت واحد، بس اللي بيختلف ان ده ممكن ده يبقى ماتيريال وده ماتيريال تاني. تمام. طيب في الاوبشنز اللي انت اخترت فيها allow penetration بتبقى بالمنظر دوت. في اختراق لجزء بيخترق الجزء التاني، انت اللي حددت الكلام دوت. تمام. طيب النو بنتريشن دي الكيس بتاعت النو بنتريشن، في تلامس لكن مفيش اختراق. تمام. الكلام ده ممكن نختصره في الصورة الثالثة الرابعة ديت، ان دي الكيس بتاعت البوندد ملحومين، ودي الكيس الاختراق، ودي كيس التلامس. تمام. طيب في سؤال بقى مهم هنا، ايه الفرق بين الكومبوننت كونتاكت والكونتاكت سيت؟ الكومبوننت كونتاكت لازم دي الليفل اعلى من الكونتاكت سيت، لازم تختارها في الاول. تمام. تختار ايه نوع الكونتاكت اللي هيبقى بينك بين كل الاسطح وبعضها. تمام.
اما الكونتاكت سيت دي سطحين انت بتختارهم، سورس وتارجت، تمام، وبيسلكوا سلوك يعني ممكن تبقى، ممكن شكلهم يبقى فيس سطح او ايدج او فيرتكس نقطة، تمام. طيب الكلام ده هيوضح اكتر في المثال اللي احنا هنبدأ ناخده دلوقتي. نبدأ نفتح البرنامج، الكيس بتاعنا عبارة عن رف بالمنظر دوت، تمام. هنا هنثبت السطح ده خلفي وهنأثر بقوة 1000 نيوتن على الجزء دوت، تمام. الكيس الأولانية اللي هي هناخد الديفولت بتاع البرنامج كونتاكت بوندد، يعني الأجزاء كلهم كأنهم ملحومين. طب نشوف الكلام ده هنعمله ازاي. في البداية كده انا عاوز اعمل سبليت هنا لاين عشان احدد المساحة بتاعة اللود اللي هأثر الحمل على مساحة معينة، عاوزها على مساحة دائرية هنا. فلازم هفتح بقى البارت ده واعمل له سبليت لاين. عشان اعمل سبليت لاين اخد سكتش الاول، تمام، اخد دايرة من الجزء ده واديها دايمنشنز مثلا وليكن 35، تمام. هروح ل كيرفز واختار سبليت لاين، والسكتش بتاعي هو اختاره ديفولت، وبعد كده اختار السطح ده، تمام. هيبقى او طبعا الاوبشن او التايب بتاع السبليت بروجيكشن، تمام. كده انا فصلت قسمت السطح ده، المساحة الدائرية دي هي تبقى مساحة الحمل المؤثر. أسيف، تمام، وأقفل. أوكي، طيب ظهر هنا عندي مشكلة في الأسمبلي، أحلها. في هنا مشكلة في الديست في الميتس دوت، هشوف ايه المشكلة. في ميسنج فيس، اختار الفيس ده، تمام كده، اوكي. طيب قبل ما اخش على البرنامج وابدا اطبق السيموليشنز ستادي، لازم اتاكد ان مفيش اي تداخل بين الاسطح وبعضها. الكلام ده اعمله ازاي؟ هروح لايفالويت و انترفيرنس ديتكشن وابدا اعمل كالكوليت، تمام. عملت كالكوليت هنا ما ظهرش نو انترفيرنس، يبقى كده تمام، اقدر اشتغل عادي على على الاسمبلي. لو في انترفيرنس بقعد بقى اعدل واشوف الانترفيرنس بين فين موجوده، فين بين السطح والتاني، بحيث ان انا ما يبقاش في اي انترفيرنس بين الاسطح او الاجزاء عشان اقدر اشتغل الاستادي بتاعتي، تمام. هعمل كليك يمين هنا واعمل نيو ستادي سيموليشن، تمام. والاستادي بتاعتي هتبقى ستاتيكس واسميها مثلا اسمبلي، شيلف مثلا، رف مجمع، اوكي. طيب اول حاجة هبدأ ادي الماتيريالز عادي زي ما بتتعامل في البارتز، في البارت الواحد هخلي الماتيريال ابلاي ماتيريال تقول، ممكن اعمل ماتيريال لكل قطعة لوحديها، كل جزء لوحده، بس انا هخلي الماتيريال تقول وليكن الوي ستيل، تمام. ادوس اوكي. الخطوة التانية هسيب الديفولت بتاعي على الكومبوننت كونتاكت. هنا جلوبال كونتاكت باوندد، يعني كل الاسطح التلامس هيعملها كانهم اسطح ملحومة. طب نشوف الكلام ده ازاي. نعمل edit definition، هنلاقي هنا ان الكونتاكت تايب بوندد ملحوم والكومبوننتس جلوبال كونتاكت، تمام. بيبقى في اوبشنز تحت اللي انت تخليه كومباتبل مش او ان كومباتبل مش، يعني ايه؟ يعني المش بتاع كل جزء متوافقه مع زي الجزء التاني، تمام. ده الحاله بتاعت او الخيار بتاع الكومباتبل مش، تمام. دوس اوكي. هبدا اعمل فيكشر اثبت الجزء ده، السطح ده من هنا فيكسد، تمام. وهأثر بحمل هنا بقى اللودز اد فورس، تمام. المساحة اللي انا هأثر فيها هي ديت، تمام. القيمة بتاعتي 1000
نيوتن، وادوس اوكي، وابدا اعمل مش ران واشوف النتيجه بتاعتي. هيبدا يحل، هياخد بعض الوقت شويه. طبعا ده الكلام ده على حسب سرعه الجهاز عندك، لو جهاز سريع هتلاقي حل اسرع. هو كده حل تقريبا، تمام. بص على الاجزاء تلاقيه عاملها كانها بارت واحد، هنا مفيش اي فاصل، وبرضو الجزء ده تمام، فعامل الاسمبلي كله كانه جزء واحد، تمام. ده في حاله ان انت عندك الكونكشن دي او الضلع ده اعتبرته ان هو ملحوم هنا وملحوم هنا، تمام، وده ملحوم برضو. طيب دي الكيس الاولانيه اللي احنا كنا عاوزين فيها الكومبوننتس تبقى بوندد، تمام. الكيس التانية اللي انا عاوز اعمل كونتاكت سيت اسمح بان سطح يخترق سطح تاني مع تأثير الحمل ده. طب ازاي؟ يعني انا عاوز لما مثلا الحمل ده يأثر هنا على البليتة دي، البليتة ديت او الضلع ده ينزل مع الحمل ويخترق الجزء ده. طب الكلام ده نعمله ازاي؟ طيب هنروح على الكونكشنز ونعمل كليك يمين على كومبوننت كونتاكت سيت، او كليك يمين على الكونكشنز ونختار كونتاكت سيت، تمام، واختار الاو بنتريشن اسمح بالاختراق، واختار السورس او السطح الاساسي دوت، والسطح اللي هيخترق اللي هو السطح التاني طبعا مش هشوفه، لا هعمل كليك يمين كده على السطح ده ويختار اذر ويختار السطح ده، اعملها تاني، ده السطح الاساسي تمام. وممكن اعمل له هايد لو انا مش متمكن او مش عارف اختار من سيليكشن اذر، اعمل هايد واختار السطح ده، وبعد كده اروح اعمل شو تاني تمام ويظهر معايا. طيب يبقى انا كده عملت كونتاكت سيت بحيث ان السطح ده يخترق السطح ده. طيب لازم اعمل ران اند واعمل ريمش تاني واعمل ران مرة تانية، تمام، اعمل مش اند ران، هيبدأ يحل تاني، هنشوف الكيس الجديدة ايه النتيجة اللي هتحصل، تمام. هو كده خلص. بص بقى هنا الكيس التانية لما انا خليته يعمل بوندد، لما خليته اسف يعمل انتريشن للسطح ده، والسطح ده نشوف الجزء ده دخل فين، دخل في الجزء في اللينك نفسه او في العمود ده كله، تمام. طيب دي الكيس التانية. الكيس التالتة لو انا عاوز اعمل كونتاكت سيت نو بنتريشن، يعني ايه نو بنتريشن؟ يعني يا دوبك يبقى السطح ده يلامس السطح ده مع نزول اللود دوت، يعني لما اللود ده ينزل اللينك ده ينزل لتحت، تمام، بس ما يعملش اختراق. نعمل الكلام ده ازاي؟ هنعمل بقى edit definitions للكونتاكت سيت اللي احنا عملناها في الاول، وده اللي هنا الخيار اللي كان allow penetration هنخليه no penetration، تمام. اقدر اضيف قيمه احتكاك، لو انا عاوز اضيف قيمه الاحتكاك بين السطحين ممكن اضيفها من هنا من البروبرتيز، تمام، بس انا مش هضيف حاجه، هسيبها بالديفولت بتاعها وادوس اوكي. هنا الرساله دي بتقول لي ان الكونتاكت سيت اتغير ولازم اعمل ريمش تاني عشان احسب الحسابات الجديده بتاعتي، تمام. هبدا اعمل ريمش اند ريران اجين، هيبدأ يحل، تمام. هو كده خلص الحل. تعال نشوف النتيجة. بص اللينك ده نزل، السطح دوت نزل مع على السطح ده، فعمل ما حصلش اختراق بس حصل انزلاق من السطح ده، حصل له سلايدنج على السطح التاني، ففي فرق
الجاب دوت. الجاب ده حصل نتيجة الانزلاق اللي حصل، نتيجة الانزلاق الناتج عن اللود المؤثر على اللينك اللي فوق دوت. تمام، حصل انزلاق هنا او جاب بين السطح ده والسطح دوت. ممكن نشوف الكلام ده في شكل انيميشنز. انيميشن المنظر ده، بص اللينك ده الوضع الاساسي بدأ ينزل، وهو نازل حصل له الانزلاق وعمل الجاب دوت. اوكي هنقفل كده الكلام دوت. وده اول تقريبا، ده اول مثال ناخده في الاسمبلي، وهنبدأ ناخد بعد كده في الفيديوهات الجاية بإذن الله كيسز تانية، عشان نعرف نتمكن من موضوع التحليل أو المحاكاة في الأجزاء المجمعة. ونتقابل بإذن الله في فيديوهات أخرى.